قول فيصل مع فيصل علي موسى. أهلا ومرحبا فيك دكتور. يا هلا أخت أمل. دكتور، في تقرير عن شركة استشارات عقارية للمواطن العالمي والإقامة هنلي آند باترز، تحدثت أنه تتصدر قائمة الدول الجاذبة لأكبر صافي تدفقات من أصحاب الملايين على مستوى العالم عام 2022 بجذب 4000 مليونير، كانت دولة الإمارات ولله الحمد. صحيح. طيب، هذا يذهب بنا إلى سؤال، أنه في عقارات فاخرة يجب أن تكون متوفرة أكثر، في فيلل، في شقق سكنية على مستوى عالي، وهذا النوع من المستوى بالحياة هو مطلوب، ولكن هل سيذهب تدريجيا بأنه فئات المتوسطة سيكون في اهتمام بهم في موضوع العقارات، أم أنه سيختفون مع الوقت بوجود هذه الفخامة التي تتطلبها الإمارات بالأيام القادمة دكتور؟ لا، أنا أشوف السوق أنه محتاج كل الفئات. عندنا الفئات الفي اي بي اللي يدورون لكجري ويدورون الفخامة ويدورون الأمور هاي كلها، هاي لها مطورين خاصين يشتغلون لهذه الفئة. في فئة الوسط اللي في كثير من المطورين مهتمين أن يوفرون لهم عقاراتهم وكذا، وفي الفئة الأقل من الوسط بعد، كاتيجوري سي احنا نسميه، بعد في مطورين يهتمون في توفير العقارات الخاصة بهم. فالعقار هو مو فقط للأغنياء، يعني العقار للغني والمحدودي الدخل ولكل الناس. فسام تهتم بأي شرائح دكتور؟ احنا أكثر الشرائح اللي نستفيد منها الوسط ومحدودي الدخل، يعني شايفين هذه الشريحة هي الأكثر. طبعا عندنا العقارات الفخمة مثل منتجع المهرة والأمور هذه، لكن الفئة كلاس بي وكلاس اي احنا ركزنا عليهم أكثر، لأن شايفين أن الشريحة هذه كبيرة ومحتاجة، وما تطرق لها كثير من المستثمرين. كثير من المستثمرين كانوا اهتمامهم بالمليونيرية وأصحاب الثروات وكذا، لا احنا نبغي نوفر العقار للجميع، بكل واحد يقدر يشتري عقار عندنا.